كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك انا في كرب يعني كده، فانا عايزه احكي لحضرتك انا في مشكله مع زوجي ومعايا 3 اولاد، وهو شخصيه يعني يقول لك الحاجه وبعد كده يقول لك بتعمليها بس ما تعمليهاش. يعني مثلا زي ما مثلا انا بتفرج على حضرتك وكان جاب لي القناه وكان حابب الموضوع، بعد كده حد لا ما تتفرجيش، قال لك اعملي ايه؟ كذا لا ما تعمليهوش ما ما تكمليش تتفرجيش. ليه؟ لا بيقول لك لا مش يعني هيأدوك الطريق مش عارفه ايه بتاع، يعني هي شخصيه تناقضيه ايوه في كل حاجه، حتى في اسلوبي مع الولاد مع البيت. يعني في حصل سوء فهم كبير وفي مشاكل، بس انا مش عارفه اوصل لحل. يعني على طول يقول لك انت شايفك شيطان، انت مش كويسه، انت ما بترديش كويس، بيحسسني على طول بالنقص بالضعف، مش عارفة أوصل معاه لأي طريق يعني أتماشى معاه. أنا بخدم أهله وبعمل الحمد لله كل حاجة بيقول عليها. في مشاكل ما بيني وما بين أهله، ما بيني أنا وما بين أهلي، أنا ما بروح لهمش، بيوديني مرة في الشهر 4 ساعات بس، وبقول الحمد لله وراضية، بس هو بيجي عليا بكتير. طيب المشكلة الحالية وانا ايه مش عارفة دلوقتي يا أمة الله؟ خلاف ان هو بينقدك وكلامه سلبي ليك. المشكلة ان احنا واقفين على الطرق واولادي هو يعني مش بيعرف يتعامل معاهم، وانا مش قادرة يعني مش قادرة اتعامل معاهم. وصلنا لحل ان احنا مفيش متفاهم. انا يعني قلت لحد اعمل له حاجة بيخش البيت يزعق يتضايق، طب قولي لي يا أمك، جربتي يقعد تقعدي يتكلم. معاه وتسمعي منه يعني مالك متضايق ليه، بتزعق لنا ليه، مالك بتشخط ليه؟ يعني قعدتي وسمعتي منه يعني ايه بيقول، ايه تفسيره اتكلمت معاه يقول لك احنا اي مشكله بتقابلنا المفروض نحلها على طول. ماشي نحلها. طيب جت في مشكله قابلتنا قال لك، بقول له ماشي حصل منك كذا، 1 2 3 انت كذا، يقول لك انا عشان مش حاسس منك يعني انك انت بتقدريني وبتتفاهمي معايا فانا مش هقدرك. قولوا يعني لي مثلا اديني يا موقف. طب دكتوره اسمعين، طب انا هديكي موقف. انا مثلا ما بنزلش عند حماتي بقالي فتره، انا كنت في الاول بنزل على طول احضر له الاكل تحت والشرب وي وي، فانا تعبت مثلا وحصل لي ظروف وكده فما بقتش انزل عند حماتي، فبنزله الاكل مع الولاد. طب هو بيقول لي ليه ما نزلتيش؟ وانا بقول له انا ما بنزلش، انا مش قادره انزل. فراح يقول لي لا انزلي وقدريني وشوفي جوزك ده وانا اللي جاي. طب ما والدتك بتغير واحنا عارفين الحاجه دي، انزل لي ليها واكلمها؟ يعني ما ينفعش اكلم يعني اسلم عليك وليه قدامها وكده. بينزل ياكل تحت ليه؟ عشان ياكل مع والدته مثلا ولا ليه بياكل تحت؟ لا والدته حتى لو مش هتاكل هو لازم ياكل تحت. ندانيا يقول لك هي كده والدتي ما اقدرش اسيبها، لازم اجي من الشغل عليها. ماشي يا سيدي تعالى اوكي عليها ما اكلكش حاجه، انزل طيب واعمل وراضيها واقعد معاها وبتاع، اطلع كل وانزل تاني. يقول لك لا انت تنزلي وتشوفيني انا في الحته اللي هتدبل رجلي فيها تتدبل مراتي فيها. طب ماشي ما بمعنى انا تعبت، انا بقالي 13 سنه على كده. طب اسمعيني اسمعيني يا أمة الله اسمعيني. طبعا مشكله الزوج اللي دايما بينقد زوجته، انت عايز بص تمحي رصيدك يبقى رصيد صفر في قلب زوجتك من ناحيتك، ولا 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 تبقى شايفاك وتبقى كرهاك ومش عايزه تشوفك، انتقدها. قول لها ده انت شكلك وانت طريقتك وانت كذا، افضل قول لها كلام سلبي هتخسرها. انا بقى بضمن لك ضمان اهو انك هتخسرها بنسبه 100%. طول ما انت بتقول لها الكلام المؤذي ده، ليه بتموتها وهي صحي؟ بتموتها تدبل وتبقى بس مش وكارهه نفسها وحياتها. اللي هتعرف تربي عيل والله ما هتعرف تربي، وانت عايزها بروح عشان عيالك وعشان بيتك وعشان نفسك وعشانها هي، ولا هتعرف تتعامل معاك بطريقه كويسه. طول ما انت دايما سلبي معاها ونقد نقد وسلبيات سلبيات سلبيات، شايفه فقدتها ثقه بنفسها يا ابني. ما انت ما فيهاش حاجه حلوه خالص، ما فيهاش اي حاجه حلوه، ده ان كرهها منها خلق راضيه منها بأقل، ما فيش خلق خالص، كله نقد نقد نقد، وانت وحشه وانت كذا وانت كذا وانت كذا، تموتها. اضمن لك بنسبه 100% كده خلاص انت فقدت زواجك وفقدت زوجتك وكرهاك بنسبه 100%، ما تبقاش عايزه تكمل. يا بنتي ده انت استحملتي ما هو اكتر من كده على مدار السنه، تقول لك مش قادره خلاص انتهينا، ده انا جبت اخري كده خلاص. ده جزء. الجزء الثاني
انت مش بتقدريني وانا مطرح ما اكون. انت الاصل انك انت ماشي بتيجي عند والدتك وبتزور والدتك، هتاكل معاها شويه، لكن تقعد فين الاسره؟ فين تجمعه انا وعيالي وزوجتي وعيالي يفتكروا ويبقى في ذهنهم الذكريات الجميله اللي عملها ابونا وكان قاعد معانا وعلمنا كذا على الاكل وقال لنا كذا وحكى لنا القصه كذا وامنا كذا؟ فين تجمعه الاسره والعيله؟ فين؟ اقعد كل مع والدتك ما فيش مشاكل، وعبرها وشلها وشيل جزمتها فوق راسك وبص وتفضل تراضيها الدنيا كلها، امك ثم امك ثم ام. لكن وازن ما بين الامرين، انت ما بقتش فرد، بقتش عازب، وراك زراري وذريه بتشوف وبتعلمها ووراك زوجه. كتر خيرها عملت ونزلت ما فيش مشاكل، وقعد، لكن ما تكبرهاش يعني، ما تكبرهاش. انا لو ارجو سبحان الله وتعالى يعني وارجع الله لو كان الزوج سمعني يعني 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 ينفذ اللي انا بقوله له. لكن انا يعني نصيحتي ليك يا امة الله، اقعدي معاه قعده اخيره بنتي، اقعدي معاه قعده اخيره، قولي له القعده دي هنبني عليها حاجات كتير. تبطل كلام نقد وسلبي، وبطل شتايم فيا وقهر فيا. محتاجه انك انت تشكرني على اي عمل انا بعمله، انا روقت المطبخ قولي شكرا، انا عملت اكل قولي شكرا جزاك الله خيرا. انا محتاجه اسمع ده، مش عيب انك انتوا تطلبي، لان هم ما بيبقوش فاهمين ان ده يا ابن الشكر والامتنان، احساس الامتنان للغير. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. وانت كمان قدريه، مش بالشكل اللي يعني اللي يجي عليكي وعلى نفسيتك لا، ولكن يعني انت يا زوجي كلامك مقدر عندي، لكن من فضلك انا زي ما بعاملك وبقدرك وبجلك كده وبجل مقامك، انت كمان نفس الكلام. سمع كنبة، ما سمعش نجيب حد من بره يسمع الزوج، يبقى حد كبير عيله، حد كذا حد كذا، الزوج ذات نفسه يسمع، والزوج ذات نفسه الكلام من الراجل ده يبقى عنده مصدق ومعمول بيه. يا ابني كذا انها هتخسر بيت، يعني انتوا عايزين تخسروا البيت؟ عايزين تطلق وتبقى عيالك كده يتيتموا وانت عايش؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للكلام اللي بقوله، وربنا يعينك يا رب امة الله على الخطوه اللي هتعمليها.